الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وزارة الزراعة إنها وجهت أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً لفتح جميع مراكز استلام محصول الذرة الصفراء في المحافظات، وصادق وزير الزراعة عباس المالكي على لائحة التوصيات التي تضمنها محضر غرفة عمليات الذرة الصفراء الخاصة بضوابط وآليات استلام هذا المحصول، وذلك لأجل إنجاح الموسم الزراعي على حد زعمه. يذكر أن المجلس النرويجي للاجئين أكد أن 60% من الفلاحين يعانون في العديد من المحافظات العراقية من جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، منتقداً السلطات الحكومية في العراق بسبب الفشل بإدارة الموارد المائية. أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقي سومو، وذكرت الشركة أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 109,545,589 برميلاً بإيرادات بلغت 9,393,643,000 دولار، وبيّنت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 87 دولاراً و557 سنتاً. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عدداً لشراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذكرت سومو أن الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 9 شركات من أصل 38 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الأول، وأضافت أن الشركات الهندية جاءت ثانياً بعدد 7 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية ثالثاً بعدد 4 شركات، وجاءت الشركات الأمريكية رابعاً بعدد 3 شركات. أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 26.8% في شهر تشرين الأول الماضي على أساس شهري، وذكر المعهد في بيان له أن عجز الميزان التجاري في شهر تشرين الأول الماضي بلغ 2 مليار دينار تونسي مقارنة ب1.587 مليار دينار في أيلول السابق له، وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك استثمارات جديدة بقيمة 37 مليار و300 مليون دولار في قطاعات مزدهرة في المملكة المتحدة، منها التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنى التحتية وبناء المنازل والطاقة المتجددة، والتي بدورها تخلق آلاف الوظائف وتدعم نمو الاقتصاد البريطاني. وأوضح سوناك أن المملكة المتحدة تحظى بدعم شركات استثمار من مختلف أنحاء العالم وتسعى لأن تقدم أفضل بيئة استثمار، مشيراً إلى قرار حكومته في الأسبوع الماضي خفض الضرائب على الأعمال التجارية بنسبة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا، وإلى مخرجات الجامعات البريطانية التي تدعم الابتكار. وهذا تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
التكامل المجازي. إلى اللقاء.